أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة لليوم من برنامجكم مخبر المتميزين. طبعا برنامجنا علمي تربوي بيهدف إلى تسليط الضوء على النشاطات اللي عم بيقوم فيها طلابنا بالمركز الوطني للمتميزين. اليوم رح تكون حلقتنا بمخبر الكيمياء لحتى نتعرف سوا على فكرة جديدة، تجربة جديدة مع طالب جديد. رح نبدأ مباشرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم. طبعا مشاهدينا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لحتى نكون مع أولى فقرات حلقتنا اليوم من مخبر المتميزين. مثل ما ملاحظين أنا موجود الآن أمام مخبر الكيمياء والطلاب ناطريننا بالداخل لحتى يقوموا بتجربة جديدة. رح نتعرف سوا عن عنوان التجربة ونتعرف أيضا على المراحل والخطوات أثناء سير العمل المخبري والجلسة العملية في إجراء هذه التجربة. بكل الأحوال أنا بدعوكم مشاهدينا لحتى ندخل سوا لمخبر الكيمياء لحتى نجري التجربة ونتعرف على الطلاب أكثر. خليكن معنا، وإنما بالبداية لابد من أن نتوقف كما عودناكم في كل حلقة بتقرير حول شخصية. هاي الشخصية كان إلى بصمة كبيرة بعالم الكيمياء. طبعا الشخصيات التاريخية دائما كانت ولا زالت هي الملهم الأول لعلم الكيمياء حتى العلم الحديث في الوقت الحاضر. رح نتابع تقريرنا سوا حول هذه الشخصية التاريخية، وبهذا الوقت أنا رح أدخل للمخبر وبلاقيكم بعد التقرير. ابقوا معنا مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم. كانت لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي إسهامات كبيرة في الكيمياء، ويعود له الفضل في تحويل الكيمياء القديمة كيمياء جابر إلى علم الكيمياء الحديث، وكانت مصنفاته أول المصنفات الكيميائية في تاريخ هذا العلم. وعلى الرغم من أن أستاذه جابر بن حيان كان أول من بشر بالمنهج التجريبي، إلا أنه كان يخلط ذلك بأوهام الرمزية والتنجيم. أما الرازي فقد تجرد من الغموض والإبهام وعالج المواد الطبيعية من منظور حقيقتها الشكلية الخارجية دون مدلولها الرمزي، لذا كان الرازي أوسع علماً وأكثر تجربة وأدق تصنيفاً للمواد، ونستطيع أن نقول إنه الرائد الأول في هذا العلم، وذلك في ضوء اتجاهه العلمي وحرصه على التحليل وترتيب العمل المخبري. كما عكف الرازي إلى جانب عمله التطبيقي في الطب والصيدلة والكيمياء على التأليف، وأشهر مصنفاته في حقل الكيمياء سر الأسرار. نقله جيرار الكرموني إلى اللاتينية، وبقيت أوروبا تعتمده في مدارسها وجامعاتها زمناً طويلاً، حيث كان في هذا الكتاب يظهر المنهج الذي يتبعه في إجراء تجاربه. ولعل براعة الرازي في حقل الطب جعلته ينبغ في حقل الكيمياء والصيدلة. كان الرازي من أوائل من طبقوا معارفهم الكيميائية في مجال الطب والعلاج، وكان ينسب الشفاء إلى إثارة تفاعل كيميائي في جسم المريض، فهو أول من استعمل الكحول في تطهير الجروح، وابتكر طريقة جديدة لتحضير الكحول الجيد من المواد النشوية والسكرية المتخمرة، كما كان أول من أدخل الزئبق في المراهم. باختصار نجد أن الكيمياء لم تصبح علماً حقيقياً إلا بعد أن آل أمرها إلى علماء العرب. طبعاً مشاهدينا مثل ما ملاحظين احنا دخلنا لمخبر الكيمياء اليوم رح تكون في عنا تجربة جديدة مع الطلاب المتميزين من المركز الوطني للمتميزين. انا بالبداية بدي رحب فيكم واتعرف على حضرتكم طالب. اهلا وسهلا، انا مجد بليدي. مجد، اهلا وسهلا مجد. اي صف؟ انا من ثالث ثانوي العلمي. ثالث ثانوي العلمي، وكمان زميلك سليمان، أنت لح تكون مرافقه لمجد ولح تساعده بتجربة اليوم. طبعا التجربة اللي لح نعملها اليوم ممكن تعرفنا بعنوانها مجد؟ هي التجربة هي دراسة منحنى المعايرة
لحمض أساس. لحمض أساس. إذن المعايرة، المعايرة هي يعني تجربة عملية، هي جزء من درس نظري أنتم عم تأخذوا بالمنهاج مجد. احكي لي عن هاي التجربة، أنت بالنسبة لإلك يعني لما شرح الأستاذ أول مرة كيف شفتها، صعبة سهلة مثلا، أثارت شيء من الفضول عندك؟ هلا اكيد نحن اول ما اخذنا الدرس كان في بعض الشكوك حول هي التجربه، وخاصه انه النتائج ما كانت متوقعه بسبب انه بيصير في تغير بيأش، بيصير في قفزات على مراحل محدده. نعم. فنحن نطرنا لحصه العمل لحتى تترسخ الفكره تماما، وطبعا ورجعنا الاستاذ الخطوات اللي قمنا اللي لازم نحن نقوم فيها بالتجربه. نعم. وهذا التقرير متواجد امامنا هلا، في الخطوات متسلسله، فينا نحن هلا نحسب منحني تغير البيئة لتفاعل حمض مع أساس، ومنه فينا نشوف نحن نقطة التكافؤ لما بيصير عندنا عدد مولات الحمض بسبب عدد مولات الأساس. لقيتوا مجد صعوبة معينة أثناء القيام بالتجربة؟ خلينا نقول للمرة الأولى مثلا، إذا كان في فعلا صعوبة كيف كنتوا تتصرفوا، كيف كنتوا يعني أنه تتعاونوا لحتى تزيلوا هاي الصعوبات؟ هلا أكيد دائما بالتجربة الأولى لازم يكون أنه في أخطاء عادية ممكن بأخذ القياسات أو باستخدام الأدوات، بس نحن أنه الأستاذ بسام أنه يكون مشرف علينا دائما، فانه نحن نتلافى هي الاخطاء. ممكن نحن نعيد التجربه في حال انه كان في اخطاء كبيره، بس باغلب الاحيان انه نحن الاخطاء تكون صغيره ونحن نحسن نتعامل معها بمثلا تبديل المحلول او تبديل الحمض ما اكثر. معناتها قد ايه من الضروري ماجد انه علاقتكم انتم كطلاب مع مدرس الماده هي بتنعكس على الدراسه بشكل او باخر، يعني ايجابا او حتى اذا فيني اقول لك احيانا سلبا، كيف توصف لي انت علاقتك مع المدرس بشكل عام، وتحديدا خلينا نقول مدرس المواد العمليه فيما يتعلق بالمخبر؟ مثل ما حكيت حضرتك، العلاقه هلا بين المدرس والطالب هون بالمركز فيها صار شوي انه من الراحه، كونه نحن عم نقضي احيانا مع المدرس اوقات ممكن توصل لخمس او ست ساعات. تمام. بس تحديدا بالمخبر في حدود لازم بالتعامل، لازم يكون في جديه ورسميه، احيانا بنتعامل مع مواد خطيره فلازم يكون في اطر لهي العلاقات. ف نحن يعني بنتبع بس الخطوات اللي بيعطينا اياها المدرس تماما، واذا عندنا اسئله او اخر شيء بعد انتهاء التجربه كلها نحن بنطرح الاسئله مشان ما يصير في اي اخطاء اثناء التجربه. تمام. هلا بالتخطيط النظري للتجربه وبالتخطيط يعني خلينا نقول للمكونات والاجراءات وخطه العمل المخبريه بشكل عام، في خطوات معينه وذكرت لي انه في بين ايديك تقرير، هذا التقرير بيكون من اعداد المدرس. أكيد. تمام. هذا التقرير انتم بتحضروه قبل بيوم مثلا ولا بتستلموه بلحظه التجربه؟ هذا التقرير نحن بنستلمه لحظة التجربة. تمام. بيكون في خطوات اللي لازم نحن نقوم فيها وشرح بسيط عن المبدأ النظري للتجربة، بس بيكون في عندكم تحضير مسبق يعني للتجربة قبل بيوم؟ إيه، كم كنتوا أخذين النظري قبل يعني؟ إيه، تمام. بيكون نحن عندنا اطلاع بشكل عام عن التجربة أو عن الجانب النظري يعني عنه. تمام. بالنسبة للدراسة النظرية مجد، يعني بتلاقوا صعوبة معينة كمان ولا الصعوبة يمكن تتبين بس انهم بالدراسة العملية؟ الصعوبة بالدراسة ممكن انه بس بانه يكون بعض الافكار مثلا مبهمة، بس لا هذا كله طبعا بيصير واضح لما نحن بنقوم بالتجربة بايدنا وبنتعرف على النتائج وبنقارنها بالنتائج النظرية. تمام. وبنشوف نحن كيف تكون النتائج والنتائج والاهداف العلمية. مجد انت بتحب الكيمياء؟ ايه. شو اكثر شيء بشدك لهي المادة؟ انا بحب الكيمياء لانه بحسها بتفسر كثير امور نحن بحياتنا الواقعيه، نحن بنعرفها بس انه هيك هيك لازم يصير وهيك، بس ما بنعرف نحن شو السبب او شو المبدا العلمي وراء. الكيمياء طبعا فسرت لنا كثير، وخاصه بعد ما اجينا على المركز صرنا نحن نقوم بالتجارب، فحسيت انه كثير واقعيه وفينا نحن نطبقها بحياتنا العمليه. شو بتشعر لما بتدخل لمخبر، اي مخبر كان من مخابركم، يعني سواء كان كيمياء فيزياء علوم او روبوتيك مثلا، احساسك يعني كيف انت بتوصفه لما بتكون عم تاخذ درس عملي؟ هلا طبعا الاحساس جوا المخبر اكيد بيختلف عن الاحساس بالقاعه الدرسيه، احيانا ممكن يكون الدرس ناشف او المعلومات فيه شويه ركيكه. نعم. بس بالمخبر لا، كل شيء بيكون متغير، نحن بيكون في هون حركه، بيكون في نشاط، فينا نحن مثلا نطبق التجارب، نتبادل النتائج مع بعض، ففي هيك حس من الشغل الجماعي، فاكيد اكثر احلى بكثير من الدرس. تمام. والشغل والعمل الجماعي والدراسه الجماعيه اكيد لها اثار الايجابيه اكثر، ويمكن انتم لمستوا هالشيء اكيد.
تمام. طيب هلا انا رح اتركك مجد انت وزميلك سليمان تشرحوا لنا التجربه اللي هي كانت تحت عنوان دراسه منحني معايره لحامض اساس بالضبط. رح نتعرف ونتابع مع بعض طبعا نتائج التجربه والخطوات والتوضيحات بكل خطوه. احنا رح نتابع ايضا كل توضيح بتوضيحه بحيث انه انا وكل انسان عم بيتابعنا وبيحبوا الكيمياء يكتسبوا معلومه من هاي التجربه لحتى نوصل سوا خلينا نقول للهدف التعليمي. رح اتركك انت وسليمان تقوموا بالتجربه الشرح لكم، انتم هلا مدرسين ولحنا طلاب عم نتابعكم، اتفضلوا. مشاهدينا رح نترككم هلا مع مجد وسليمان لحتى يقوموا بتجربه المعايره، وانا رح ارجع لكم، رح ارجع لمجد وسليمان بنهايه التجربه لحتى ندردش سوا ونتعرف على النتيجه بنهايه هاي التجربه. خليكم مع مجد وسليمان، تفضل مجد. مرحبا، أنا الطالب مجد بليدي وزميلي سليمان ظاهر. اليوم رح نقدم تجربة بعنوان دراسة منحني المعايرة لحمض أساس. طبعا لحتى نأدي نحن هاي التجربة بحاجة عدة أدوات مهمة كتير بعملية المعايرة. أول أداة هي السحاحة. عنا سحاحة وهي عبارة عن أنبوب مدرج، وبنهايته في مثل الصنبور نحن بنتحكم بكمية السائل الموضوع أمامه. في عندي كمان حامل السحاحة، كمان أنا بحاجة لأنبوب مدرج وأرلي ماير وبياشر كمان، وأنا رح أتعامل مع حمض الـ HCl تركيزه 0.1 مولاري، ورح أتعامل كمان مع الـ NaOH كمان تركيزه 0.1. ومن الأجهزة المهمة اللي رح نستخدمها هلا جهاز قياس الحموضة اللي هو بالـ pH. نحن هلا حاطين المسرق بمحلول الـ pH تبعه تقريبا يساوي 1 مثل ما شايفين 0.94 مشان ناخذ نحن الـ pH بدقة. بالخطوة الأولى رح نسكب الحمض الـ HCl مثل ما ذكرنا تركيزه 0.1 بالأرلي ماير. طبعا الكمية اللي سكبناها هون هي 20 ميلي من الـ HCl. هلا رح نبلش نحن نفضي فوق حمض الـ HCl الأساس NaOH. طبعا رح نفضي نحن كل 3 ميلي من هذا الأساس ونحسب تركيز الـ HCl اللي صار عندنا وفق قانون اللي بيقلنا انه عدد مولات الـ HCl الجديدة بعد السكب هي عبارة عن عدد مولات الـ HCl القديمة ناقص ما تفاعل مع الـ NaOH بالأرلي ماير. طبعا هلا نحن رح نبلش اضافه ورح نسكب 3 ملي من الـ NaOH. pH المحلول قبل الاضافه كان هو 1. طبعا حسبنا الـ pH من العلاقه انه pH يساوي ناقص لوغاريتم الـ H3O. بما انه حمض الـ HCl هو حمض قوي فعدد ايونات الـ H3O هي نفس عدد ايونات الـ HCl. بعد ما سكبنا 3 مول من الـ NaOH رح نطبق القانون اللي ذكرته سابقا واللي هو عدد مولات الـ HCl بعد الإضافة يساوي عدد مولات الـ HCl قبل الإضافة ناقص عدد مولات الـ NaOH المضاف. بما أنه عدد المولات أنا فيني أكتبه بشكل آخر واللي هو التركيز بالحجم، فأنا رح أعوض مشان نتخلص من بعض المجاهيل، يساوي سي بي في ناقص سي فتحة بي في فتحة. هلا نحن رح نحسب تركيز الـ HCl من القانون، أن التركيز بالحجم، طبعا الحجم هو الحجم الكلي، حجم الحمض الموجود عندي اللي هو 20 ملي مول مع 3 ملي عفوا ملي لتر مع 3 اللي ضفته أنا، فبصير ضرب 20 23 يساوي تركيز الـ HCl القديم واللي هو 0.1 ضرب حجمه واللي كان 20 ناقص تركيز الـ NaOH مثل ما قلنا كمان هو 0.1 ضرب الحجم اللي حطيته أنا 3، فبيكون التركيز بيساوي 2 ناقص 0.3 على 20 23 وبيساوي نحن هون في حساب 0.0739. طبعا هذا هو تركيز الـ HCl، فأنا بدي أشوف الـ pH. الـ pH يساوي ناقص اللوغاريتم العشري
للتركيز اللي طلع معنا يعني لصفر فاصلة صفر سبعة ثلاثة تسعة وبيساوي واحد فاصلة واحد ثلاثة واحد. بعد ما حسبنا قيمة البي اش نظريا رح نقيس هلا بجهاز البي اش وشفنا انه الناتج كان قريب كتير على الحسابات وكان بحوالي الواحد فاصلة واحد سبعة. طبعا هاي الخطوة رح نكررها نحن على مدار كمان عدة مرات لحتى رح نضيف هلا رح نرجع نضيف 3 ميلي من الان او اش. بعد ما أضفنا الثلاثة ميلي رح نرجع نقيس بي اش المحلول عنا من نفس القانون نظريا ورح يكون عندي البي اش هو التركيز. طبعا نحن حاسبين هون رح يطلع تقريبا التركيز هو 0.0538 فبيكون البي اش هو ناقص لوغاريتم هذا التركيز وبيساوي 1.26. مثل ما شفنا انه البي اش بلش يطلع كان البي اش بعد اول اضافه 1.131 وصار بعد ما اضفنا 6 ميلي صار 1.26. بنلاحظ انه البي اش بلش بالارتفاع، هذا يعني انه الحموضه بلشت تنخفض بسبب تفاعل الان او اش مع الار سي ال. رح نحط هلا مسرج جهاز البي اش بالمحلول. حطينا المسرة تبع البي اش بجزء من هذا المحلول فشفنا البي اش هو 1.28 وهي قريبة قيمة كتير قريبة عن القيمة النظرية اللي طلعت معنا وهذا الشيء بيأكد انه شغلنا لحد الان صح. طبعا بعد عدد اضافات واللي هي 3-3 كل مرة قسنا نحن البي اش سجلنا القيم اللي طلعت معنا هون وقسناها عمليا شفناها كتير متقاربة. هلا رح ارسم انا جدول بيبين لي نتائج تغير البي اش باضافات الان او اش. رح ارسم هلا الجدول اللي بيبين تغير البي اش باضافات الان او اش. هون رح احط ان او اش مضاف، هون رح اكتب بي اش اللي طلع معنا بالحسابات النظريه والبي اش عمليا. هلا لما اضفنا نحن 3 كان طلع معنا نظريا 1.131 اما عمليا شفنا انه بيطلع معنا 1.16. اضفنا 6 فتغير البي اش ل 1.26 اما عمليا كان 1.29. ضفنا نحن هلا النقطة الثالثة المرحلة الثالثة اللي صاروا فيها 9 ميلي شفنا انه البي اش كل ما انه عم يزداد صار 1.421 نظريا اما عمليا كانت قيمة كتير قريبة واللي هي 1.432. عند الإضافة الرابعة كان البي اش 1.602 أما عمليا كان 1.610. بعد ما انتهينا من نقل النتائج رح نبتدي هلا بالرسم المنحني المعايرة.
هلا نحن عم نرسم منحني المعايرة. هذا المنحني نظريا، والمنحني عمليا رح يكون بنفس الطريقة بنقل النتائج. طبعا بعد ما انتهينا من رسم الخطوط البيانية لاحظنا انه تغيرات البي اتش كانت طفيفة لحتى وصلنا لحد اضافة 19 ميلي من الان او اش، بعدين صار في قفزات. طبعا بما انه الحمض قوي والاساس قوي كانت اهم نتيجة كمان وصلنا لها، انه نقطة التكافؤ كانت لما كان البي اتش 7 تماما، وهي احد النتائج المهمة لتجربتنا، وبهيك نحن بنكون خلصنا تجربة اليوم. طبعا انتهت التجربة اليوم، مجد وسليمان يعطيكم العافية، يعني قدمتونا معلومة بطريقة مختلفة بطريقة عملية بالدليل وبالبرهان وبالإثبات العلمي بالوسائل اللي انتم استخدمتوها. بس نرجع نذكر المشاهدين بعنوان التجربة، كان هو دراسة منحني المعايرة لتعديل الأساس حمض. نعم، إذا التجربة يمكن شوي كانت طويلة بس أكيد ممتعة وحققت الهدف العلمي. لما انت عملت هاي التجربة مجد، يعني شو اضافت لك لدراستك بالبحث النظري؟ طبعا هلا هي بداية ثبتت المعلومات النظرية اللي كنا نحن اخذينها، تمام، وعطتني مهارات تانية بالتعامل مع ادوات المخبار. حلو. صار عندي اطلاع على جهاز البي اش وعلى ادوات المعايرة وعلى تغيرات البي اش بشكل عام، ويمكن عطتك تجربة جديدة انك تستعمل جهاز قياس الحموضة وتقيس الحموضة يمكن للمرة الاولى، خليني اقول. لا نحن هذا الجهاز نحن كثير نحن بنستخدمه بالمخابر. تمام. بس انه شغل زيادة على الجهاز بيعطي خبرة، يعني نعم، يعني صار في خلينا نقول تعودت على الممارسة المخبرية بالعمل المخبري وبالأجهزة مثل ما تفضلت وحكيت. أنا بدي أتشكركم وبتمنى فعلا أنه يكونوا المشاهدين المهتمين بهذا المجال وزملائكم الطلاب أنه يعني أخذوا فائدة لو كانت صغيرة، بس إنما دائما المعلومة بتبدأ بفكرة صغيرة، ومثل ما أي مجلد وأي كتاب بيبدأ بكلمة صغيرة أكيد يعني تجربة صغيرة ممكن تكون أو تفتح باب كبير لمصدر كبير من مصادر المعرفة. شكرا لك مجد، وشكرا لك سليمان، ساعدتوا لمجد كتير ويمكن تعبتوا بس فعلا أنه كان عم نراقبكم، اللي احنا كنا بشغف. مشاهدينا احنا مستمرين بفقرات حلقة اليوم من مخبر المتميزين، إنما مثل ما ذكر ببداية التجربة والحوار مجد بأهمية وضرورة وجود المشرف العلمي والمدرس مدرس المادة، أنا يعني بتمنى أنكم تبقوا معنا لحتى لحنا ندردش دردشة قصيرة مع مدرس المادة، نتعرف أيضا رأيه والإجراءات اللي بيقوم فيها كمدرس من أجل تجهيز الأدوات وتأمين خلينا نقول البيئة العلمية المخبرية المناسبة من أجل أن يكتسب الطالب المعلومة بطريقة صحيحة. مباشرة لحنا ننتقل لندردش مع مدرس المادة الأستاذ بسام طبعا أبو كف، مدرس مادة الكيمياء. بعد هذا الفاصل القصير بنرجع لكم، خليكم معنا. بعد ما انتهينا من إجراء التجربة مشاهدينا بمخبر الكيمياء، طبعا لابد لنا من حوار قصير مع مدرس المادة الأستاذ بسام أبو كف لحتى نتعرف أكثر على الإجراءات اللي بيقوموا فيها بالعمل المخبري. طبعا تحدثنا سابقا في حلقة سابقة عن الأمن المخبري والسلامة المخبرية مع مدرس المادة، كون كنا سابقا في مخبر الكيمياء، ولكن اليوم بما أننا أجرينا تجربة جديدة مع طلبة جدد وطالب جديد، سوف نتحدث نوعا ما حول هذه التجربة مع الأستاذ بسام. يسعد وقتك أستاذ بسام، وأهلا وسهلا فيك، ومشكورين جهودكم بالمركز الوطني للمتميزين.
بدي اتشكركم، بتشكر الدعوه الكريمه منكم لتسلطوا الضوء على العمل اللي عم نقوم فيه بالمركز الوطني المتميزين. نعم. بدايه علاقتنا مع الطلاب علاقه كثير ودوده. طالب اللي عم يجي لهون على مستوى عالي من التربيه، على مستوى عالي من الاخلاق، يعني ما عم نواجه اي صعوبه من الصعوبات اللي بتتواجه بالمدارس العامه. عم يكون الطالب كثير خلوق، كثير مؤدب، كثير محترم. فنحن عم نبادره بنفس المشاعر، عم يكون له اخوه، يعني ما رح نقول مدرس وطالب، لا، علاقه اخ كبير مع اخ صغير حابب يقدم شيء لهالطالب هذا اللي جاي كمان يعطي من وقته ويعطي حياته كلياتها لحتى يكون عنصر فعال بهالمجتمع. فنحن راح نبادر بنفس الأفكار ونكون معه كتير، يعني إخوتنا الصغار صراحة، يعني هي باختصار. تمام. يعني ذكر الطالب مجد أثناء قيامه بالتجربة وخلال الحوار معه بأنه مدرس بيلعب دور إيجابي بشكل أو بآخر، خلينا نقول بتحفيز الطالب لاكتساب المعلومة بطريقة صحيحة. أنت كمدرس أستاذ بسام، لما بتنحط بهيك موقف مثلا طالب شعر بنفور أو بتعب أو بإرهاق، أو خلينا نقول عانى من ضعف بمرحلة من المراحل أثناء الدراسة بالكيمياء تحديدا، دورك كمدرس وين بيتجلى في إعادة دمج الطالب بالمادة وبالمحتوى العلمي تحديدا لحتى بالنهاية تأدي رسالتك مع الطالب صح، ليكون الطالب هو عم يكتسب المعلومة بطريقة صحيحة وبالتالي يحقق الهدف العلمي من كل التجارب والدروس وليس فقط يعني من تجربة أو درس واحد، وبالتالي عم يحقق هدفك أنت كمدرس من وجودك معه إن كان بالمخبر أو بالغرفة الصفية. هلأ مثل ما شفت أني جلسة النظرية هي لحالها حوالي ساعة ونص، كمان الجلسة العملية كمان ساعة ونص، يعني إذا أنا ما قدرت نوع بطريقة التدريس أو نوع بطريقة اللي بدي أقدم فيها المعلومة، أو حتى مثلا أشغل الطلاب بخلال عملية الإعطاء، أشغلهم بمثلا حل تمارين، بتقويم بنائي، تقويم، يعني أشغل، يعني غير من الشكل، غير من الروتين اللي متخذ، فأكيد رح يمل الطلاب. فلهيك نحن بنحاول يعني يكون بين الفكره والفكره في تطبيق. انا في مره من المرات ممكن اعرض لهم نكته كمان، يعني ما الموضوع تمام بساعه ونص هي ما هو معلومات معلومات معلومات، لا، ممكن صار مثلا مره وعرضت فيديو ظريف كان منتشر على الفيسبوك وما شايفينه، فانا يعني ممكن نغير، اعطي دقيقه دقيقتين للذهن ليرتاح ولنرجع ننطلق من اول وجديد، حتى سواء بالعملي سواء بالنظري كمان. تمام. احيانا بعض الطلاب بيمروا ببعض المشاكل، في عنا كادر من الاشراف النفسي اللي عم يتابعون، وحتى نحن شو فينا نساعد، يعني كمان بنساعده، احيانا بيحكي لي مشكله تكون صايره معه انا بحاول حل له اياها، طبعا مع كادر كامل عم يشتغل لخدمه الطلاب هذول. ماذا عن التقويم العملي فيما يتعلق بالقسم، يعني العملي مثل ما ذكرت استاذ بسام، كيف انتم تتعاملون مع توزيع العلامات بالنسبه للطلبه؟ بالنسبة للعملي له كتلة خاصة فيه، بيتم أول شيء في امتحان عملي بنهاية الفصل بجمع التجارب اللي قام فيها الطلاب، بحاول جزئها على شكل أفكار مع بعض الأسئلة النظرية اللي ممكن تنطرح بجلسة العملي. نعم. بالإضافة للسلامة المخبرية كمان بعض اللافتات وما شابه، أنا بعرضهم كلياتهم بورقة واحدة على شكل امتحان ينفذ فيه الطالب. أول شيء بيجاوب على شكل تحريري. نعم. على بعض الأسئلة اللي ممكن يجاوب، كما يقوم بتجربة، هالتجربة هي بإشراف بمتابعة مباشرة، وعلى أساسها بيتم وضع درجة العملي. بالإضافة لهالشي كمان عنا التقرير اللي بيقدموا المجموعات، كل تقرير له جزء من العلامة كمان بتنجمع كمحصلة أعمال خلال نهاية السنة وبترفق بعلامة الامتحان العملي. بنهاية حواري مع حضرتك أستاذ بسام، يعني كمدرس أنت بالمركز، أنا حابب أسمع منك رسالة أو دعوة أو توصية إذا بنسميها للطلاب اللي عم يتابعونا واللي حلمهم أنه يلتحقوا بالمركز الوطني للمتميزين واللي عندهم أحلام أنه يكونوا متفوقين ويدرسوا صح لحتى يحققوا أهدافهم بصورة سريعة، شو بتتفضل تقول لهم؟
مثل ما شفت حضرتك بيعتمد المركز الوطني للمتميزين على الجانب العملي بشكل كتير كبير، على الفهم، على نبذ الحفظ والبصم وما شابه، للأسف بلش تنتشر بمدارسنا. نعم. اللي بيحب يتميز، اللي بيحب يتفوق، اللي بيحب يبدع، واللي بيحب يخدم الوطن يعني يجي على المركز الوطني للمتميزين. المركز بينظم حياتهم، بيطلع ناس منظمين واعيين شو بدهم، لهم هدف محدد، وإن شاء الله آخر شيء بيكونوا ناس منتجين بهالبلد هذا. بنهاية حواري بدي أتشكرك جزيل الشكر الأستاذ بسام أبو كف، حضرتك مدرس كيمياء في المركز الوطني للمتميزين. أتمنى لك التوفيق بعملك. ألف شكر لحضرتك. شكرا لكم، وبتمنى نجاح وتوفيق لكل طلابنا، وشكرا لكم مرة ثانية. شكرا. طبعا مشاهدينا مثل ما بهمنا كان انه نسمع رأي مدرس في المركز، لابد من انه ايضا نسمع آراء وندردش بدردشة قصيرة مع الطالب مجد اللي اجرى التجربة في حلقة اليوم، لحتى نتعرف ايضا على وجهة نظره على نظرته للمركز والدراسة بشكل عام كنموذج لأحد الطلاب الموجودين في المركز. طبعا الطالب مجد صار موجود معنا ولح ينضم لنا نتحاور مع بعضنا البعض بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا. طبعا مشاهدينا رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير، وصار معنا الطالب مجد بلادي من الطلاب الصف الثالث الثانوي العلمي. بقول لك يسعد اوقاتك مجد، وانت اليوم كنت ضيفنا بحلقتنا من مخبر المتميزين واجريت التجربه بدقه متناهيه. خليني اول سؤال لك مجد، تعرف على حياتك الاجتماعيه مع رفقاتك بالمركز، كيف توصف لي حياتك الاجتماعية يعني بهذا المركز، دراسة، مشاركة، أي شيء بتقوموا فيه مع بكل النشاطات مع رفقاتك؟ أهلا وسهلا فيكم بالمركز. هلا بداية بالنسبة للحياة الاجتماعية، نحن أنا بعد ما أجيت على المركز كونت علاقات كتير قوية، وخاصة مع رفقاتي كونوا جو دراسي، وبنفس الوقت نحن لما ننتهي من الدوام نرجع نحن مع بعض بالغرف بالسكن، فهذا أضاف شيء جديد من العلاقة، صرنا أخوة، صرنا نتعامل كمجموعات وكفرق عمل سواء هون أو بالسكن، ننجز مشاريع مع بعض، حلقات بحث مع بعض، وطبعا هذا الشيء أضاف طابع كتير حلو على علاقتنا. مجد، أكثر شيء قدم لك إياه المركز أو أكثر شيء أنت تعلمته من إقامتك وبالمركز من لحظة انتسابك لليوم، شو هو وكيف توصف لي إياه؟ هلا يمكن أهم شيء علمني إياه المركز بعد ما دخلت أنا هو أني أعتمد على حالي بحل المشاكل. طبعا كان هو دائما يعلمنا طرق جديدة بالتعامل مع المشكلات، سواء أنه نحن نلجأ في كادر مختص بمساعدتنا، أو نحن كزملاء ممكن نحن نحكي مع بعض، نطلع مثلا نغير جو أحيانا يكون من ضغط الدراسة أو أي شيء. طبعا البعد عن الأهل أكيد أثر علينا بالبداية، بس وصلنا لمرحلة أنه لا خلص، أنه صار هون بيتنا، صار هون شغلنا ودراستنا، صار هون كل شيء. يعني أنا أحيانا أنا بطلع على بيتي الخميس وجمعة وسبت ما بصدق أما تيجي الأحد مشان أرجع أنا أشوف زملائي، أرجع أشتغل، فوت على المخابر وكون معارف وخبرات جديدة. مجد، بدنا منك هلأ بختام حواري معك رسالة أو مجموعة، وخلينا نقول من النصائح للطلاب، لزملائك الطلاب اللي عم يتابعوك هلأ واللي هني بيتمنوا أنه فعلا يكونوا بمكانك اليوم بالمركز الوطني للمتميزين، شو بتحب تقلن؟ بحب وجه رسالة لكل طالب بيحب ينتسب للمركز، بقولوا فيه أنه ما في شيء بيجي بدون تعب. نحن تعودنا هون أنه نتعب لحتى نلاقي جهدنا ونتائج تعبنا، فلازم هو ينظم وقته ويشتغل صح، لازم يزيد معارفه وخبراته، ما يتقيد بالمناهج الدراسية الموجودة بالمدارس العامة، لازم يوسع معارفه، يشارك بمسابقات سواء كانت على مستوى سوريا أو إذا بيحسن أنه يطلع لسه بيكون أحسن، ممكن ينمي قدراته باللغة، بالموسيقى، بالفن. المركز ما نو بيدعم العلم فقط، في عنا مرسم، في عنا كل شيء، فاللي بيحب يجي لهون ممكن ينمي قدراته، ينمي إبداعاته ومهاراته بكل المجالات اللي هو بيحب يكون فيها.
أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر مجد، وبتمنى لك فعلا أنك تحقق كل أمنياتك وطموحك، إن كان على المستوى العلمي ولا إن كان على المستوى الشخصي خلينا نقول، وإن شاء الله دائما بشوفك من المتميزين لأنه أنت فعلا متميز. شكرا لك. شكر الأكبر لكم ولهذا البرنامج اللي فعلا رح ينقل الصورة الصح عن المركز، واللي رح يوضح كتير أفكار ونقاط للطلاب اللي بيحبوا ينتسبوا لنا. طبعا الشكر موصول بكم مشاهدينا لمتابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم مخبر المتميزين. نلتقي دائما مع حلقة جديدة وفكرة جديدة وتجربة جديدة وطالب جديد. مع كل المحبة، دمتم بخير وإلى اللقاء.